أحمد الصبحي مدير عام البلدية كان له تصريح اليوم، بس هو نزل بيان ما في أحمد الصبحي ما أشوفه يعني طالع، ودائما يشيد في جمعية الشفافية. إيه مو جمعية الشفافية رئيس مجلس إدارة كنا أخوانشي أو شغلة كذي أو أحد من الأخوان هنا أو لهم توجه، ما أدري ليت الأخوان يتأكدون جمعية الشفافية تتبع الأخوان المسلمين ولا لا. فأحمد الصبيح يشيد في الجمعية، المهم إشادة طيبة ونشكر الأخوان والعاملين في جمعية الأخوان قصدي جمعية الشفافية الكويتية. مدير عام البلدية شيء حلو أنجز أعزائي المشاهدين، إيش قال معالي الوزير؟ تدري مو معالي الوزير عيسى الكندري نسيناه جايله. مدير عام البلدية، مدير عام البلدية صرح اليوم عن طريق كونج قال أن مدير عام البلدية يكشف عن مشاورات بينه مشاورات يعني تشاورون بالمكتب على استكارة شاي بينه وبين وزير المواصلات يتشاورون يتوشوشون بالمصري يتوشوشون يتوشوشون مع وزير البلدية بشأن إجراء عملية تدوير تستهدف القيادات الوسطى في البلدية. الله يلا أتمنى مدام أنتوا تتشوشوشون زين شيء زين، لكن لي رسالة لك أستاذ أحمد الصبيح، شوف التغرير يعني. أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب رب خلوا للوطن، يا وطن وانت حبيبي وانت عز وتاج راسي، انت يا فخر المواطن والمناصب السياسي، يا وطن وانت حبيبي وانت عز وتاج راسي، انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي، انت اجمل وانت اغلى وانت اعظم من الكراسي. تكفى يا مخرج عيد، عيد أنا ما بشوف التقرير بسمع الأغنية، عيد عيد يا مخرج عيد. أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب، لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب والمكاسب رب خلوا للوطن، يا وطن وانت حبيبي وانت عز وتاج راسي، انت يا فخر المواطن والمناصب السياسي، يا وطن وانت حبيبي وانت عز وتاج راسي، انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي، انت اجمل وانت اغلى وانت اعظم من الكراسي.
أنا ودي نسوي صفقة بين المتصارعين في الساحة السياسية. أقول مخذوا البترول، أخذوا الفوائض، أخذوا كل شيء، بس خلوها الأرض نعيش عليها. الآباء والأجداد رضوا بالفقر، وكان صج تعبوا في البلد، لكن كانوا مرتاحين. واليوم بوجود هالفوائض انتشر الحسد، وأصبح المعظم منهم من المتصارعين بلا ضمير. يا ليت يخلون الكويت تبقى جميلة، يا ليت تبقى الكويت مثل ما هي. ما نبي هالبترول ونبي هالفوائض، بس نعيش بسعادة بدل هالصراع، هالصراع اللي يسيء لهالوطن. فاصل وارجع للتقارير.